أسلم نوني في كلت النظام أقلق توجور وكذ وهيل إذ هجت ذو كلان إرثن سرم غي عجبه ونلقذيش النار إيه ثورا أدنى دي غير شقوف نظام إغد هجا سيدي بلعباس اسمي سوردة المحبة تشقوف ثقيانتي ذو كلا نمسرح شباب طفل Oh,
السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بك يا ليث. يا ليث، رانا في مشكل كبير. انتظر يا جماعة وما تتقلقوش، الحكيم راح حكالي على كلش. وهذا المشكل رايح نحاول كيفاش نحلها ان شاء الله. قل لي يا حكيم، وين جاي الطريق اللي تدي للجبل الاسود؟ رايح تمر على وادي الحجار، وفي طريقك راح تلقى قزم يسموه خنصة، هو اللي يدلك على الطريق. لازم علينا نتحرك الان وفي اسرع وقت. شكرا يا حكيم، الى اللقاء يا سكان الغابه. رد بالك يا ليث، هذه المهمه خطيره بزاف. ما تخافش عليا يا صديق السلحفات، ربي معانا ان شاء الله. الى اللقاء. تنجح باذن الله. الى اللقاء يا ليث. الى اللقاء. الى اللقاء. الى اللقاء. نظن كان كاين ما في هذا الواد. معلوم كان كاين فيه الماء، ويا للاسف ايش هذا في الحق حتى لهنا. شكون انت؟ شكون اللي راه يتكلم معاك؟ اخرج، بين لي وجهك. ما تخافش يا ليث، وين تعرفني؟ وشكون اللي قال لك على اسمي؟ راح حكيني عليك البوم الحكيم. اذا انت هو خنصر اللي رايح تساعدني في الطريق؟ معلوم، وغير انا اللي نعرف الطريق اللي تدي للجبل الاسود. اذا يلا يلا بينا، ما نضيعوش الوقت. يلا ما تتسرعش يا ليث، باش تصعد للجبل الاسود ماشي سهل. وعلاش ماشي سهل؟ لازم علينا نروحوا عند الزهرات الحزينات. الزهرات الحزينات؟ وعلاش نروحوا لعندهم؟ نروحوا عندهم باش يعطونا البودرة الذهبية. صديقي راك حيرتني، قول لي واش رايحين نديروا بهذه البودرة الذهبية؟ هذه البودرة الذهبية عندها قوة سحرية، نزرعوها عند الجبل تنبت لنا بواحد السرعة خارقة، وهكذا نقدروا نتسلقوا فيها باش نصعدوا للجبل الأسود. إيه، هذه فكرة مليحة يا صديقي خنصر. هيا ما نضيعوش الوقت، يلا بينا. هيا يلا يا خنصر. لا 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 يلا. لا 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 لا. هيا يا خنصر. لا 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 لا. يا زهرات
وشكون هذا اللي راه معاك؟ هذا صديقي ليت. راك رجعت يا قاسم، واش حبي تاني؟ انا نقول لك واش رحاب رحاب الغدره الذهبيه. ها وكيفاش على بالك بهذا الشيء يا زهرة؟ على بالك اللي يجي لعندنا يحب غير البودرة الذهبية. واه واه يحب غير البودرة الذهبية. أنا وصديقي ليت رايحين نصعدوا للجبل باش نسترجعوا وردة المحبة. إيه وردة المحبة، وعلى بالكم شكون يحرص على وردة المحبة؟ أنا على بالي شكون؟ التنين. إيه رايحين تخاطروا بحياتكم؟ لازم الواحد فينا يخاطر بحياته باش ينشر السعادة والأمان لأهل القرية والغابة تاعها. انت باين باللي شجاع يا ليت. شكرا. هيا يا زهرة اعطونا البودرة، مازال قدامنا الطريق الطويلة. انت دايما مقلع، خذ هذه البودرة وهذا الماء السحري. هيا يا زهرة. شكرا يا زهرة. شكرا يا زهرات. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. مع السلامة. هيا يا صديقي ليث، ما نضيعوش الوقت. يلا كملوا الطريق. هيا. يلا بينا يلا. بادرة هيا يا حصة. بادرة بادرة. يا قزم الوالد هذه مدة طويلة وانا نبحث عليك. اروح انا يا قزم. يا قزم راك طحت بالفخ، انت فريسة مليحة وبنينة. اروح انا يا قزم. واش بك يا ليث؟ شوش برائس رايح تقتلني يا وحش. شوش برائس يلا تخبر. اليوم ناكلكم. اروح انا. Thank you.
بودرة سحرية. يلا يلا نصعدوا. اسمح لي يا صديقي ليث، انا ما نقدرش نصعد معاك. راك خايف؟ رايح نعطلك في الطريق. انا قصير القمر وما عنديش القوة باش تتسلق لهادي النبتة. راني فهمت. شوف يا صديقي خنصر، راني رايح نصعد وانت بقى هنا انتظرني. راني رايح نجيب الوردة المحبة ونرجع ان شاء الله. انتظرني يا خنصر. ليث احتاج من هذاك التنين. ما تخافش عليا يا صديقي خنصر، انتظرني. رايح تسلمني وردة المحبة. ما تحملش عيسان،
أنا عند كنزي، أنا الهدف تاعي أن نطير ونرجع عند أهلي. إذن انتظرني، انتظرني. Yeah!
حوت الزهرة السوداء؟ نعم يا صديقي ليث، هذه الزهرة السوداء. يلا يلا يا أخي صار، هيا ساعدني. هيا يا صديقي هيا. انتشجع انتشجع يا ليث، وحش قوي. يلا ساعدني. هيا نحتفلوا